حياكم الله مشاهدينا في هذه الفقرة الخاصة اللي نستضيف فيها ونتشرف باستضافة سعادة محمد خلف الحبتور رجل الأعمال الإماراتي. حياك الله أخ محمد، وسعيدين بتواجدك معنا في هذه الفقرة. بنتحدث من خلالها عن عودة الحياة في دبي، وخاصة في هذه الفترة، والخروج من بعد فترة التعقيم، ونوضح للجمهور عن الإجراءات اللي صارت. نتحدث عن العودة اللي صارت بالتزامن مع هذا النمو الاقتصادي. حقيقة خلال الأسابيع الماضية كانت لنا مقابلة مع الوالد الله يحفظه، تطرقنا لبعض الجوانب، ألا وهي مثل دعم المصرف المركزي ببعض المبالغ المالية، التسهيلات اللي قدمتها حكومة دبي سواء على المستوى المحلي أو حتى على مستوى المناطق الحرة في الإمارة. لو تحدثني في البداية عن مجموعة الحبتور للاستثمار وفنادق الحبتور خصوصا، وذلك بحكم تخصصك أيضا في هذه المجموعة. وش نقول لك؟ صباح الخير. الله يصبح ونصبح الجماهير كلهم المتفرجين على تلفزيون سما دبي. مجموعة الحبتور طبعا الجزء الكبير منها اللي هو القطاع السياحي اللي هي من الفنادق. نحن طال عمرك المجموعة عندها تقريبا 7 فنادق في دبي، ومن غير 7 فنادق هذه عندنا نحن أشياء سياحية ثانية مثل مسرح الحبتور اللي هو لابير. طبعا مسرح الحبتور لابير هذا فتحناه نحن من 3 سنوات، بس مثل ما تقول انها خلال الفترة اللي فاتت هاي وقت الجائحة يعني انها اضطرينا وعلى حسب تعليمات الحكومة سكرنا كل شيء نحن، بس تركنا فندق واحد شغال نحن كخدمة حق بعض السواح اللي هم ما حصلوا طيران يرجعون لبلادهم، ووفرنا لهم بعد خلال الفترة هذه نحن وفرنا لهم الحجر والأكل ببلاش. جميل. لأن هذا سايح جاي لمدة أسبوع في دبي، فتكنسل الطيران كله، ما عنده الميزانية أن يجلس 3 شهور هذه. بعض الأشخاص اللي أثبتونا أنهم ما عندهم قدرة أنهم يدفعون سكناهم نحن عندنا في الهوتيل مع الأكل والشرب إلين، وساعدناهم لين حصلوا أول رحلة اللي هي يرجعون بلادهم. أخ محمد، تمتلكون مجموعة فنادق داخل الدولة وفي دبي وفي خارج الدولة، والمتتبع أيضا لسيرتك الذاتية لديك تخصص وباع في مجال إدارة الفنادق والضيافة ومجال دراستك في هذا المجال، وكان لك أيضا دور كبير في تنمية هذه المجموعة الاستثمارية مجموعة الحبتور خلال فترة وجودك مع الوالد الله يحفظه. اليوم من خلال خبرتك هذه ومن خلال الدراسة الأكاديمية والوجود العملي على أرض الواقع ومتابعة هذه الأعمال مباشرة، نجاح المدن التي تسعى في استقطاب السياحة وتعزز في تنمية السياحة، اليوم أنتم كملاك فنادق ومستثمرين عندكم هنا في دبي وفي خارج دبي، كيف ترى يجب أن تتعامل هذه المدن مع السياح والسياحة وهذا القطاع لتنميته؟ شوف، أنت عندك نجاح دبي في السياحة هذا تاريخ من قبل، من استوت دبي كانت منطقة تجارية. أنا ما أقول منطقة سياحية، كانت منطقة تجارية، كانوا يجونها الناس من كل مكان، من الهند، من إيران، من المناطق الخليجية في الخليج العربي يعني عامة. فكانت منطقة مثل ما يقولون هب بالنسبة للمنطقة. تطورت هذه السياحة على مر السنين، وطبعا أكثر شيء ساعد على السياحة وسوالها مثل ما تقول شو اسمها حركة يعني حركة عزيز. نعم. اللي هو بداية طيران الإمارات. جميل. طيران الإمارات هو يعني السبب الأساسي للسياحة عندنا في الدولة. نحن خلال السنين هذه وفر رحلات من كل مدينة مهمة في العالم ومدن غير مهمة، أن أنت كسائح هنا بسافر دائما تفكر كيف تسير في طيران مباشر.
أكره شيء عند الشخص إنه يقول لك والله أنا أسير بسير مكان فلاني ترانزيت، يفكر فيها شوية صادق. بس دائما الإنسان يشوف الطيران المباشر، هذا مو بالنسبة لي أنا كتفكيري هالشكل، هذا تفكير ناس كثير. نحن سوينا دراسة عليها يعني، وشوفنا من ناحية السواح من وين جايين. كل السواح اللي يجونا نحن معظمهم يجون على طيران الإمارات، هذا اللي سوى الطفرة نحن عندنا في بداية هذا. تأسيس مجلس السياحة عندنا أو دائرة السياحة نعم. كانت أيام خالد بن سليم، عقبها يا هلال المري الحين موجود. يعني التطور صار فيها لدرجة أن تقريبا دائرة السياحة نحن عندنا توصل تتكلم مع كل شخص. يعني أنا اكتشفت في بعض خلال الأشهر الباقية، تعرف أنت الواحد يتعلم إلين آخر عمره، كل يوم تتعلم. أي واحد يحجز رحلة مو بياي دبي، يحجز رحلة رايح أي مكان بس ينزل ترانزيت دبي، يوصل في المعلومة توصل في عند دائرة السياحة. جميل. فهم يطرشوا له بروموشن، يقولوا له أنت ما دامك أنت جاي، بما معنى يعني بما أنك أنت جاي إيش حق ما تجلس في دبي كم من يوم ترانزيت. أخ محمد، الفترة هذه نوعا ما في تحفظ على السفر من كثير من الأفراد، أيضا كثير من الوجهات ما رجعت إلى الوقت الحالي اللي نتحدث فيها في تسجيل هذه الفقرة. هل ترى أن هذا الموضوع يعزز السياحة الداخلية؟ اليوم نحن مقبلين على عيد، فترة إجازة صيفية، الناس حابة أنها تطلع وتستمتع بهذه الإجازة، ترى أن هاي فرصة مميزة أن تعزز من قيمة السياحة الداخلية؟ شوف، نحن مثل ما تعرف في الدولة عندنا سمحوا السفر تقريبا في 23 أو 24 ستة، سمحوا للناس اللي يبغى يسافر يسافر، طبعا على مسؤوليته أي بلاد سايل مراي كله، بس المهم في إجراءات يتبعها الواحد، إن كان فحص مني ولا فحص هناكي. فبس بس بس الناس بعدها متخوفة من سالفة السفر، ما حد سافر. ونفس الشيء بالنسبة فتحنا نحن المطارات عندنا والبلاد من 7 جولاي، نعم صحيح، على الناس يجون. نفس الشيء بعدهم من نفس العالم اللي في أوروبا وفي غير بعد يفكرون في نفس الشيء. بس طبعا استقبلنا نحن سواح كثير يوم 7 جولاي، أول يوم فتح في مطار دبي للسواح استقبلنا سواح في فنادقنا. ممتاز، يعني في حركة سياحية رجعت. استقبلنا ناس من برا، نحن وصلوا الجنسيات اللي وصلت، جنسيات روسية طبعا جايين من أوروبا مش من روسيا، فرنسيين، ممتاز، ألمان، إنجليز، وأستراليين، يعني في مجموعة وصلوا، وأمريكان، في كثير أمريكان واصلين، وفي ناس أعرفهم أنا في نفس الوقت يعني. ففي ابتدوا يعني شوفها هاي الأرقام تزايد كل يوم، والحين نشوف على 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 شهر 8 حجوزات من الكويت، لأن مطار الكويت بيفتح يوم 1 أغسطس بالنسبة للكويتيين المسافرين خارج الدولة. وطبعا مثل الكويت أأمن لهم يجون عندنا نحن في دبي بدل ما يصير لك في أوروبا. وبالنسبة للسياحة الداخلية، أنا ما توقعت أن القوة الشرائية عندنا نحن في الدولة من مواطنين ومقيمين بهاي القوة. أنا بقول لك في شهر 6 وشهر 7 لين تقريبا قبل ما يبتدون السواح اللي هم أعداد بسيطة يجون، إن الفنادق اللي فاتحة وجزء الغرف اللي نحن فاتحينها ببعض الفنادق كانت في الويكند ما تحصل فل، وخلال الأسبوع تقول من بين 30-40-50% من الأشغال، يعني من الغرف اللي هي متاحة لهذا. المطاعم ما تحصل مكان، نحن نشوف بعض المطاعم عندنا وبعض المطاعم اللي برا في فترة 6 و7 ما كان في سواح ما تحصل كرسي إذا ما تحجز قبل كم يوم. صحيح، في بعض المطاعم اللي هي المعروفة وخاصة فترة الويكند يعني لازم تحجزها قبل 3-4 أيام عشان تحصل طاولة. وبيقول لك بعد تعال الساعة 8 لازم تقوم الساعة 10 لأن في بعد الساعة 10 في واحد جاي بعد يبيعون الطاولة مرتين. صحيح. فأطمن طبعا الناس الموجودين في البلاد هنا اللي هم ما بيقوم السنة غيروا رأيهم عن السفر، إن في عندنا نحن أشياء كثيرة متاحة للسياحة، إن كانت فنادق على البحر، إن كانت فنادق فيها اللي هي
الأشياء المسلية بالنسبة للعوائل، بالنسبة للأطفال، بالنسبة للكبار، كل شيء موجود. فإذا بتوفر سفرك السنة مثل ما يقولون ما راح تندم، صادق، لأن كل شيء موجود عندنا نحن الحمد لله في البلاد يعني، وفي دبي خاصة يعني. الحمد لله. أخ محمد، عندكم حقيقة نقاط تميزكم في بعض الفنادق الموجودة عندكم، وتحديدا البولو. شو اللي يميز فيلا البولو الموجودة وكيف الإقبال عليها، خصوصا وأن هذه الهواية يعني ليست منتشرة بشكل كبير بين أفراد المجتمع، فشو اللي يميز هذا الفندق وخاصة الفيلا الموجودة فيه أيضا؟ شوف، نحن طال عمرك فتحنا الهوتيل هذا من تقريبا 3 سنوات ونص. نعم. الهوتيل هذا يتكون من فندق، مبنى موقعه في نص الملاعب البولو، وبعدين في عندك حوله تقريبا 145 فيلا. نعم. جزء منهن اللي هن الريل استيت العادي اللي هو تأجر لمدة سنة غير مفروش. جميل. وفي جزء اللي هو تابع للفندق. هذا الفندق كان مشهور أكثر شيء بالنسبة للمواطنين. جميل، عشان الخصوصية. عشان الخصوصية، وفيه الفلل وفيه المساحات وفيه الملاعب. تعرف الملعب مو 24 ساعة موجود. صحيح. تحصل العوائل والأطفال وهذا في الملاعب والبيكنيك إيريا. جميل، يعني أنتم الملاعب أيضا تكون مفتوحة في فترة عدم اللعب. عدم اللعب مفتوحة، الواحد يتمشى. جميل. فيها يجلس فيها بيكنيك، الأمور هاي كلها يعني موجود عندنا. وفي بعض المرات نسوي نحن بعض الترتيبات العشاء إذا في مثلا عرس، ولا في مثلا شركة بتسوي أو ناس شركات بتعرض برودكت مثل سيارات، وهذا نستخدم نحن الأماكن هذه لأن نلعب فيها نحن ساعة في اليوم، وكل ملعب نلعب فيه مرتين في الأسبوع. جميل. عشان الملعب يبغي له، كل ملعب يبغي له يومين راحة عقب المباراة. المهم، على قصة عقب الكورونا، نحن فتحنا الهوتيل في شهر 5. أنا وقت اللوك داون، وقت الحجر هني، خميس وجمعة قلت حق 2 من ربعي، 3 أنا الرابع، قلت لهم تعالوا خلنا بنفتح واحدة من الفلل اللي في شو اسمه في البولو. في البولو فيها حوض صباحة، تعرف الهوتيل مسكر شت داون يعني. صحيح. فتحت فلل واحدة أنا، نظفوا لي اياها ما ادري كيف، هذا حطوا لي الاغراض فيها الاداره هناك، وقلت لهم ما يحتاج، انا شالوا وياي الاغراض، الموظف مالي من البيت واغراضي بايب من بروحي انا، الاكل الشرب الطبيخ بنطلب دليفري ولا من هذا، ورتب عمرنا. صرت انا بحوض الصباحه شغلنا، جلس حوض الصباحه الحين شهرين ما سبعنا في حوضنا احنا. عزبنا والله، تعبنا. نزلت حوض الصباحه انا، كان اصور، صورت على السناب شات، على سناب صورت على سناب شوي حوض السباحة وما أدري كيف وهذا. وهذاك الوقت تعرف الناس في البيت ما عنده شغل، جالس على السوشيال ميديا طول الوقت، ويأس. يني مسجات يعني ما شديتني يمكن خلال الشهرين اللي فاتت، لأن تعرف خلال الفترة هاي هديت في الموضوع السوشيال ميديا، فنزلت شوي، ما بغيت، إنه ما في أشياء تتكلم فيها يعني. صحيح. ما في مثل ما تقول موضوع تتكلم فيه. صحيح. نزلت الصورة هذه مثل ما تقول صارت أفكت يعني حركة، الناس وعوائل وشباب وغير وهذا يعني حوض صباحة، وين هذا المكان؟ كنا رديت على بعض الأشخاص، قلت لهم في البولو، رديت سويت مرة ثانية أنا، قلت لهم هذا في البولو، ما بصدق أنت. فتحنا الأونلاين، راحنا الفلل كلهن إلى يومك. من ذاك اليوم، من ذاك اليوم لين الحين عندنا لين 22 أغسطس نحن، ما شاء الله ما تحصل، يمكن بالصدفة خلال أسبوع تحصل فيلا ولا فيلتين وهذا. أخ محمد، كلمة أخيرة حاب أني أتركها لك توجهها للمشاهد، وأترك لك الأريحية في هذا الموضوع. شوف، نحن أول شيء أحب أن أشكر حكومة دبي، الله على رأسها طبعا الشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان والشيخ مكتوم والشيخ منصور، بالإضافة اللي هم طاقم اللي هم الأزمة والكوارث كلهم، إن كانوا من السياحة ومن دائرة الصحة ومن البلدية ومن شرطة دبي، اللي سووه خلال 2 شهر بلدان ثانية ما سوته إلين اليوم. نحن أول
نحن يوم طلعت الكورونا هذه نحن أول كفي دبي هني سكرنا الفنادق المطاعم المولات قبل أي حد. اتخذنا إجراءاتنا ليش؟ لأن النظرة دائما عندنا نحن قدام. نحن يوم الناس تمشي خطوة نحن أوريدي ثلاث خطوات قدام. فهالمرة سبقنا العالم في كل شيء. نحن سكرنا كل شيء من البداية، احتوينا الموضوع. فيعني صراحة أحب أنا ليش عدت الموضوع هذا، لأن أحب أشكر اللي قاموا بالعمل كلهم في إمارة دبي. موضوع احتواء الكورونا يعني رجعنا اليوم على الحياة. نحن لو مبهم هذيلا كان بعدنا نحن يالسين مثل غيرنا لوك داون مثل البلدان الثانية. وحب أطمن العالم مرة ثانية، أعيدها أطمن العالم أن نحن في أمان والحمد لله. الحكومة ما قصرت بالنسبة لدعم المؤسسات الصغيرة والكبيرة من ناحية بالنسبة لاستثمارهم. فإن شاء الله نحن دائما مثل ما تقول كمواطنين مقيمين نحن يد بيد ويا الحكومة. أكيد أكيد. إذا الحكومة رايحة في الاتجاه هذا نحن معاها في الاتجاه هذا. فإن شاء الله إن شاء الله الخير جاي إن شاء الله بإذن الله في إمارة دبي وفي الإمارات وعامة يعني. وإن شاء الله بنشوف نحن على حسب ما نشوف إنه خلال الفترة الجاية من سبتمبر وطالع إن شاء الله بترجع الاستثمارات والحياة طبيعية مثل ما كانت قبل سنتين. الحمد لله إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سعادة محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. وشكرا على قبولك هذه الاستضافة في محلكم، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. شكرا. في خدمة البلد وأيضا تنمية استثماراتكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا.